السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل برج الجدي اليوم، توقعات اليوم أو رسائل القدر لك اليوم يا مولود برج الجدي. التقاء صدفة، اختصار رابط سري من اللي ممكن يكون فيه التقاء صدفة في هذا اليوم، أو اختصار للكثير من الوقت والكثير من الكلمات في علاقة جديدة أو رابط سري بيجمعك بين شخص في هذا اليوم. من الممكن تكون كلماتكم قاسية مع بعض بين الشخص اللي هو توأم روحك أو شريك حياتك، في نوع ما من الكلمات القاسية أو الشغف في العلاقة اللي بيشيل حدود ما بينكم. والنهاردة هيكون فيه تعبير عن الثقة أو التواصل اللي بيجمعكم رغم العديد من الخلافات برفقة شريك الحياة في هذا اليوم. ما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا مولود برج الجدي عشان يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك، والحجز قراءة خاصة هتلاقي رقم واتساب في صندوق الوصف. وتابعنا يا مولود برج الجدي. شكرا لك، السلام عليكم.